هاي ليالي لبنان من بالم سويد صراحة روعة الروعات، لأنه يعملوها بالقمر، بالقمر، وبيسووها كمان يعني فري فري ما شاء الله. شوف القمر هذا، هذا القمر معمول من لبن الجاموس. فيطلع طعمه طيب. واو. شوف شوف هاي. هاي ليالي لبنان من بالم سويتس هون بستيرلينغ هايت. هذا القمر العراقي احنا بنقول له قشطه، بس انه بيعملوه بطريقه كثير كثير طيبه.